عليك أن تذهب للاتفاق مع إبليس ومع الشيطان. لا لا، اليوم عباراتك ترى قاسية وتجاوزت كل الأطر أستاذ نجم. منذ أيام حكومة الدكتور عادل عبد المهدي وحادثة المطار أخرجت قوات أمريكية بقرار لم ينفذ لحد الآن. هسه هاي الحكومة تجد من المصلحة أنه تمضي به وتنفذه فبها وأحسن، شافت من المصلحة أنه تأجله وتستثمر الدعم الدولي لتسير به هذا البلد المثقل بالهموم والمشاكل. فهذه أيضا وجهة نظر سياسية صحيحة. يا رب يجب علينا عليك أن نراعي هذا الشعب. والله يا رب عليك الإطار. هسه أنا متفائل يومي. هسه قبل هسه أنتوا قمتوا بالسياسة بالإطار تفكرون براغماتيا باسم الدولة، قبل هاي القوة تفكر براغماتيا بالقاصة. والله زين، يعني خوش خطوات الآن يا أبو ميثاق. أنتوا العراقيين وضعتوا الإطار التنسيقي في مقدمتكم وقلتوا له قود هاي الفترة حتى لا تجي تعاتب الإطار بعدين ليش اتفق ويا فلان وليش أخذ إشارة إيجابية ويا من فلان. لا، أنت قدمته وحملت المسؤولية وقلت له هالمرة أنت لون واحد، أنت ما وياك لا صدريين ولا وياك فلانين، أنت شكل شيعي واحد تقود الدولة، وعليك أن تذهب للاتفاق مع إبليس ومع الشيطان وأن تسلك كل المسالك حتى تجيب لي خبزة وتجيب لي دواء وتجيب لي راتب وتجيب لي. والله حلوة هاي العبارة بعد هذا الحكي. حلوة هاي العبارة مع إبليس والشيطان. مع احتراماتي، والله أنا كلش خايف على إبليس. لا لا، اليوم عباراتك ترى قاسية وتجاوزت كل الأطر أستاذ نجم. أني مو لهالدرجة. أبو ميثاق المساري وقتي خلاص. السياسية. وقتي خلاص. القواعد السياسية ترعى هذا المجتمع. اشترى يا أبو ميثاق. وقريبة من آلامه وجراحاته. أبو ميثاق بلد قوى سياسية تبوق له 500 مليار. هو إبليس يقدر يبوق له 500 مليار.